كما لا يفوتني أن نتقدم إلى سيادتكم بأحر التهاني على تسجيل إحدى الالتزامات الرئيسية لقائد البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية والسيدة ساهل وورك زاوت رئيس الجمهورية الإثيوبية خلال زيارة العمل التي قادتها إلى الجزائر شهر جويلية 2020 المنتظم من فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وأديس أبيبا والذي سيساهم أكيد في إعطاء ديناميكية جديدة لعلاقة التعاون الثنائي. كما أحيي المجهودات المبذولة من طرف السلطات الإثيوبية التي توجت بفتح هذا الخط الجوي لما يسمح بفتح آفاق تعاون جديدة في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية وضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل أريحية. كما أغتنم هذه الفرصة الطيبة لأدعو شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لفتح خطة جوية مباشرة بين أديس أبيبا والجزائر العاصمة لجعل مطار الجزائر الدولي قطرا وبوابة عبور نحو العواصم العالمية باعتباره مطارا محوريا يتمتع بموقع استراتيجي ويربط العديد من العواصم الإفريقية بباقي الدول المعمورة. أشكركم مرة أخرى على حسن الاستقبال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.